مكياج الموت هذه القصه موجوده في سفر ملوك الثاني اصحاح تسعه تعتبر ايزابيل اخطر واشر امراه في التاريخ انها تجسيم للشر انها الوحش الكاسر متخفيه وراء جمالها انها مثل الافعى التي تنفث سمومها القاتله انها المراه الشيطانيه لها قلب حجري بلا شعور هي الملكه ايزابيل زوجه اخاب اشر ملوك اسرائيل ابنه اثبعل ملك الصيدونيين وايضا كان كاهنا للبعل ويعبدون الاله بعل والاله عشتروت وكان لهم خدم كثيرون من كهنه البعل في اسرائيل 450 كاهن و لخدمة عشتروت كان يحكم أخاب المملكة الشمالية مملكة إسرائيل العشر أصباط وقد ارتكب أخطر قرار بزواجه من إيزابيل مكتوب وكأنه أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام بن بالنباط حتى اتخذ إيزابيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة وعبد البعل وسجد له كانت إيزابيل مجرمة وقاتلة حاقدة وكارهة لإله إسرائيل لقد قطعت إيزابيل أنبياء الرب وقتلت نابوت اليزرعيلي لأنه لم يبع الأرض لأخاب قتلته بدم بارد. استخدمت اسلوب الكذب والخداع باسم الدين حتى يرجم نابوت اليزراعيلي ويرث اخاب. بل هددت النبي ايليا بالقتل مما اضطر ان يهرب لحياته لانه يدرك مؤامراتها وحيلها وخداعها. لقد فتن الملك اخاب بسحرها وجمالها وقوه شخصيتها استسلم امام جمالها وخضع لها مع انها كانت عنيده متكبره متعجرفه متغطرسه لكنها طموحه وطماعه استخدمت اسلوب الاغراء والاغواء مثل الحيه قديما وكم من العظماء الذين استسلموا أمام جمال المرأة الساحر مثل يوليوس قيصر ومارك أنتوني أمام كليوباترا المصرية. كانت تملك إيزابيل شخصية قوية طاغية. كل من يرفض أو يقاوم انتهت حياته بلا هوادة. كانت امرأة موهوبة ذكية وداهية. مكرسه لبعل وعشتروت لنشر رسالتها وديانتها في اسرائيل، مما تسبب في الابتعاد عن الله والارتداد عن عبادته، واستبدل بعباده بعل بواسطه الارغام والقوه والسيف والقهر. لقد اغرقت البلاد في الفساد الاخلاقي من زنا وسحر. كانت زوجة مسيطرة، متحكمة ومتسلطة، استخدمت جمالها وسحرها لتسيطر على اخاب وآخرون. تعتبر ايزابيل رمز وتجسيد للشر. وأسست عائلة شريرة. وصلت السيطرة حتى إلى ملوك يهوذا من خلال زواج ابنتها عثليا الملك أغزية. ابنها الاكبر الذي عبد البعل ويرام كان صوره طبقا عن امه كانت تدبر المكايد والغدر والاغتيالات والدسائس والمذابح انها حقا شيطانه لها تاثير رهيب وطريقها طريق الموت والدمار والشر والفساد طماعه وقاسيه إنها أقدم مضطهدة من اللواتي قتلنا وأرقنا الدماء مثل الأنهار كما قال إلي للرب تركوا عهدك نقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف وهم يطلبون نفسي ليأخذوها إنها المقاومة للرب وشعبه لكن كما تنبأ رجال الله على عائلة آخاب انها ستنتهي بماساه وميتة شنيعه لقد اقام الله ياهو بالنمشي كما تنبا الي النبي عنه وكان الاداه للقضاء على كل بيت اخاب لقد تمرد ياهو وقتل الملك اخزيا وقتل الملك يهورام وايضا قتل اخاب بالحرب ولحست الكلاب دمه كما تنبأ إيليا والنبي ميخا بن يملا أيضا لقد عين ياهو ومسح لينتقم ولينفذ العدالة الإلهية ضد بيت أخاب عندما وصل ياهو إلى بيت إيزابيل وكانت تعلم أنها على وشك الموت فلقد صممت أن تموت بكبريائها بدون توبة أن تموت كملكة فزينت رأسها وكحلت عينيها وارتدت الثياب الملكية ووضعت التاج كما فعلت كليوباترا وتطلعت من القوة لتزدري بياه قائلة بصوت ساخر أسلام للزمر قاتل سيده لكن ياهو لم يبالي بل صرخ من معي من فقال اطرحوها ماتت إيزابيل المجرمة والطاغية حقا إنها أشر النساء على الأرض ماتت ميتة شنيعة لقد أكلتها الكلاب وتمت النبوة حقا إنما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وأن أجرة الخطية موت أين ذهبت الزينة والجمال لقد قتل ياهو جميع أبناء آخاب سبعون ابنا وقتل بمكر جميع كهنه البعل في اسرائيل لكن تبقى روح ايزابيل تعمل حتى اخر الزمان كما هو مكتوب في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني لقد اصبحت روح ايزابيل رمز للانحراف والسيطره والتسلط رمز للوثنيه والتجسيد للشر روح الكبرياء والمقاومه روح العنف والقتل لشعب الرب روح الفساد وروح الشيطان مهما تزينت من تصفيف الشعر والملابس المزخرفه والتاج الملكي والمكياج الجميل الا انها وصفت وتكون جثه ايزابيل كدمنا على وجه الحقل في قسم يزراعيل حتى لا يقولوا هذه ايزابيل لم يبقى من جسدها الا جمجمه لتكون عبره ودرس لكل الاجيال حقا الحسن غش والجمال باطل اما المراه المتقيه الرب فهي تمدح، ماذا نتعلم من قصة ايزابيل؟ انها تحذرنا من مخاطر التعدي على الله وعلى شعب الرب، وتحذرنا من التلاعب مع الله، انه يرى ويعرف كل شيء، اعراض الناس ليس ملك لاشخاص يملكون القوة والسيطرة لاستباحتها. كل عمل له نتيجة لقد زرعوا الشر والفساد وحصدوا الضمار والهلاك إنها عبرة نتعلم منها علي مر الزمن أن ننتبه ونحذر أن نصنع الحق والرحمة وأن نكون منصفين مع كل الناس وأيضا لا تمسوا مسحائي مكياج الموت احبائي هذا كله فاني من التراب والى التراب نعود فهل تنظر الى الله وتطلبه ملكا وربا على حياتك اذا كنت تحتاج لمساعده اكتب لنا وشارك هذا الفيديو مع الاخرين الرب يكون معك